ضمن مبادرة نهر العطاء التي اطلقها سمو أمير منطقة القصيم، سلال غذائية وبطاقات تسوق إلكترونية، جهود مستمرة جاءت لتكون يدا حانية لتخفف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا. يشارك مجلس فتيات القصيم بمبادرة نهر العطاء التي اطلقها سيدي سمو أمير المنطقة وبإشراف مباشر من سمو الأمير عبير رئيس المجلس بتوزيع 2100 سلة غذائية لكافة مدن ومحافظات وهجر منطقة القصيم. هذه السلة لا نكتفي فيها فقط بالمؤونة الغذائية، أضفنا لها المنظفات، أيضا أضفنا لها كوبونات للصيدليات، أيضا تم إضافة الألعاب للأطفال لتشجيعهم في البقاء للمنزل. وعلى موعد واحد ولهدف واحد، تتضمن جهود مجلس شباب وفتيات القصيم لتوزيع 10,000 سلة غذاء في المرحلة الأولى من المبادرة لدعم المتضررين في كافة أنحاء المنطقة. أقل ما نقدمه في مجلس شباب القصيم واستكمال الجهود المبذولة هو إيصال السلال الغذائية للأسر المحتاجة والمتضررة من هذه الأزمة، وبإذن الله نحن مستمرون لحين انتهاء هذه الأزمة. نهر عطاء لا ينضب، مبادرة ابتدأت بأميرها واستكملها أفراد مجتمعها ورجال أعمالها لتكون نموذجا للمبادرات المجتمعية والخيرية. للأخبارية يوسف بن سليمان الحميد، بريدة.